اسمي محمد سعيد. الموضوع كله ابتدى من الاشتباكات، ابتدت احنا كنا واقفين في محمد محمود، في قوة ثورية، في ناس كتير انسحبت، احنا كنا مكملين في الميدان عشان هنفضل في محمد محمود، احنا مش هنسيبه، محمد محمود ده بتاعنا. بس فواقفين لقينا الشرطة كانت بتضرب، ضربت من عند القصر العيني، وطبعا الناس كلها كترت هناك، والناس اللي كانت في محمد محمود راحت هناك. بس حصل اشتباكات وحصل قنابل غاز، شفنا واحد كان معدي ضرب حي وضرب خرطوش وضرب حي وخرطوش وغاز، كان واحد معدي من قدامنا، الكلام ده قدام عيني، واحد معدي من قدامنا واخد طلقه في زوره. بس احنا جايين هنا النهارده عشان اصحابنا المعتقلين روني وجهاد. روني كان واخد طلقه في ايده وتسلم عشان عربيه الاسعاف جت تاخده فسلمته. احنا جايين النهارده محكمه عدين عشان ناس اتنين صحابنا اتاخدوا امبارح في الاشتباكات اللي حصلت عند كوبري قصر النيل وعند في جامعه الدول. في اتنين من صحابنا اتاخدوا، واحد منهم مضروب برصاصه في ايديه، واتنين على مستشفى احمد ماهر، ومستشفى احمد ماهر اتاخد على اسم الدرب الاحمر. وبعد كده النهارده هو موجود هنا ومش محجوز اي مستشفى، ولينا واحد تاني صاحب اسمه جهاد اتاخد برده. فبنطلب ان هم يخرجوا، لان احنا مش بنغير نظام ورا نظام ورا نظام عشان نفضل زي ما احنا، استبداد وقمع وارهاب، من سواء من داخل الشرطه او سواء من الداخليه او من الجيش، ايا كان الاثنين ده فيه استبداد ده فيه استبداد، واحنا بنطلب ان ده يتغير وده يتغير. ان لو ما اتغيروش احنا في ناس موجوده قادره ان يتغير ده وتغير ده وتغير اي نظام يجي بيحاول يقمع بلدي. انا اسمي بركه، اصحابي امبارح روني اتصاب في قدام من صنيط ميدان التحرير، اتصاب اصابتين، اصابه رصاص حي في ايده اليمين خرمت ايده، واصابه في كفه الايسر كانت خرطوش. اخذناه وطلعنا على مستشفى احمد ماهر، بعد ما لقينا حالات اخطر منه طلعت مع الاسعاف، فاخذناه احنا في تاكسي على مستشفى احمد ماهر. بعدين خيطوا له الجرح بسيط ولفوه له بشاش كده، وقالوا ان هم بيعملوا اشعه وفي اجراءات لازم بياخدوها واحده في واحده، لحد ما كلموا المباحث ولقينا ناس كتير من الشرطه جايين من اسم الدرب الاحمر. الغريب ان احنا كان عددنا اكتر من 5 أو 6، وهم نقوا 2 معينين اخدوهم بس معايا. بس بعد كده حولوهم من اسم الدرب الاحمر على اسم قصر النيل، والناس قعدت تتحايل على الاسم شويه لحد ما وافقوا ان هم يعرضوه على دكتور او يروح مستشفى على مسؤوليه الاسم، عشان كانت ايديه حالتها خطيره شويه. ودلوقتي هم في نيابه.